بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول كنتن يلح سورة الصافات مرورا على ختامها إلى آيات اللحية طبعا أو سورة الصافات إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وكي أي دهن ملائكته وقبل إلهي أم خلقنا الملائكة إناثهم ميجا قبتوكا أمركا أبورين ألا إنهم إيقوا من إفكين بأن أبوركو درتي لا يقولون وحيدها يا ولد الله الله دلي وإنهم إيقوا لكاذبون بأن على يالوي أصف البنات ما قبلوا يساقوا دوران لها على البنين ويلشكا دوران لها ما لكم حايدين سبنا هذا كيف تحكمون ما حد حكمتين ما حد حكم إيسان أفلا تذكرون إذا وانتومين ولي يجب على سيا ملكم وحيدين سكن هذا قال يهاي سلطان حج مبين وعدو عن شك كتير فاتوا بالله عليا بكتابكم كتاب فينا الله عليا أب إلى الملائكة قبل إلهيهين وإلهي وحلا لا عابده بل كتاب فينا الله عليا إن كنتم صادقين كورن شيء قهداته الله سبحانه وتعالى وحليه محاط حكمتين ميدا وانتومين بل حج كان إن الملائكة قبل الله تعالى بقول شو بكاهدين بل كتاب كان كتاب كان وحص وكقرنية حاجات كأنتين وخرافات وين أم لكم وحيدين سنا سلطان حج مبين وعذر شكله فاتوا لك عليه بكتابكم كتاب كين لك عليه وحص إذا كقرنية هاي إن كنتم صادقين هدارون شيء غيسانه ملائكة قبل إلهي تاعي وجعلوا وحيالين بينه وألي وبين الجنة جين كدحض هذا وملائكته نصبا حدثين ميالين جينك يا الله بيرهم وإسلالين ولقد علمت الجنة جينك نوحوغي وملائكته إنهم قالوا ذا لمحضرون إلا سوى حاضرين في العذاب سبحان الله ألا بأن نزهان عما كيبوا كالنزهان يصفون أي تلماميان إلا عباد الله ألا دوميسون نارت الحاضرين إنموين المخلصين والله برحتي العبادات الله برحتي الله عليه لمن كان قال ذي الله يجينك ينصب دحضات القنو واحد إذن بيلا أبو بكر صديق با ويديه وقبلها ناتشيك إسان يأورنا لي الله بركاسين سروات الجن جن قرصون بعد لي مركا جنك هي إلهي باي حدث نمد دحضات كينا صده نمو هي حدث نمد دحضات كينا مركا الله عليه وحا أي شيك يانودن الله وكوفن يأي وكسر يأي إلا عباد الله المخصين وحلقة سواء استثنون إنهم المحضرون عذاب كان الحاضرين يا الله وحوليه وجعلوه حيالا بينه ألي وبين الجنة جنك دحديث وملائكة ليقوا جنه ويقصونيه نصبا نصبا يالا يأبطر يحدث النمو ولقد علمت الجنة جنك وحوليه وملائكة إنهم قالوا ذا لمحضرون إلا حاضرين في العذاب يملائكة أكتها سبحان الله ألا به فن النزهان عما كيصفون أي تلماما يان أفكا كشيغيا إلا عباد الله الله أدوم مديسون عذاب كان لحاضرين إنين مويان أدوم مدي المخلصين العبادة على الله برحتنا فإنكم إذن كقال ذي إوا تعبدون واحد عبد إيسان ما أنتم إذنكم متهن بفاتنين كوفتنا إنكر عليه على الله إلا من مويهو يسو سالي الجحيم جحيم قال مويان إذن كي واحد عبدان هداي سوتكتان الله دتكي سما فدنين كرتان إلا إنتي الله نار توقو تلا قلي موي تدو الله النار لدوني موي عدد فدنين كرتان وإذ راعيسا ما تشير حقين يا ودين وحبك ما فدنين كرتان إنت النار تو واجبتون بعد فدنين كرتان وهو قامن كرتان إذن كي واحد عابد إنسان مركي ليس قدر فإنكم إذن كي وما تعبدون واحد عابد إنسان ما أنتم متهدين بفاتنين هو فدنين كرة عليه على الله ألا دشي سف فدنين كرة إلا من روح ميوت في اثنين إنسان ويسو جالل سال الجحيم الجحيم الجلي هذا إنه ملائكتنا هو ما منا نجمد معها إلا أن نجمد يا سله وحوصنا هذا مقام نقام معلوم ولا يقانه أو صمدا ماله قال لك عابده وإنا أنا قلنا لنا نحن أنا وأصفون قوة صفن بناي عبادة الله وإنا أنا قلنا لنا نحن وحاننا المصبحون قوة الله تصبح سدوا الله عابده والله عابده ملائكته ملك ولي بميلو قال لك عابد يميلو شو يصمد كله تضبط سنو وانو صفنا بينه نبي الله محمد وحيد عليه الصلاة والسلام
أضت السماء وحق الله أن تعيد السماء دي بقى تشيق تري إدك وحاليا وحول اسم الملك الدوسة تشيق يي تري وحق الله أن توانو كجرين الدوار ما من موضع قدم إلا وملك يسجد أو يركع ما السماء ذا كم يده ما يشرت إلا ملك بكون سجودا أما كل ركوع سب وصفك بركا إنه قد نبي الله محمد حبيبنا جيلي سيد الملائكة أصفته أصفته تاريخ يهور الدين يهور النبي كشجعين وحياه ummadii suusida malaa'igta iyo safta marka waxay leeyihiin saxaabadu aayadan intii ka horeysay safka aad looma simi jirin niba aad waa iskar joogsan jiray markii aayadan soo dagtaa la yiri sida malaa'igtu safto taraasu dhilca isku qabta wastaa uu sinada oo kala horeynin marka wax la kala horeyn meelka dad baasi kala waxsan cidbaha la simi faraha la simi maay faraha ruux ba fara dhaadheer marka ruuxa faraha dhaadheer haduu dad kala simna dib uga baxaya waad baa waxa la sameeya Allah marka malaa'igti waa sida uma minna naga mid ma ahadaanu malaa'igsanahay ahadun ahadna illa unaga mid yahay sallahu waxa sunaade maqamun meel macluumun la yaqaano oo Allah ku caabudo wayna anaguna la nahnu anagu asafuna kuwa saftanay li ibadati Allah ila ibadatis wayna anaguna la nahnu anagu al musabbihuna kuwa Allah u tasbiixsada oo Allah caabudaanu nahay وين كانوا وين حالي شأني كانوا وحايا قلدا قريشي لا يقولون كوي لهذا لو أن عندنا أكتيذها ضوء أهان لها ذكر وحي ومن الأولين كوي هركاء هذا لكنا وحان أهان لهم عباد الله إلهي أدوميس المخلصين الله برحتنا فكفروا ويكقالوا به وحي مركوي من فسوف يعلمون إياك أغانتر مركي ددك إلو دينا إلا أن ددك نصاري يهودي هرير هوداها iyaguna haddii jahiliin hon cilmi lahayn baa sida kale u dhaqan wanaagsanayeen ta jahiliin ayahay markii la caayo oo la yeeso yidhiya alleh hadii wax ino iman laha anaga kuwan kaanu badnaan lahayn ka fiicnaan badnayn markii loo keenay way diiday iyaga arki doona wax ku dhacda waa hanjabaad way soo fi yaalmoon waynu xaaliye shaane kaanu waxay ahaayeen kuwan mushrikul arabii la yaquluna kuwi dhaahday ahaayeen law an indana aktayada hadu ahaan laha dhikrin waxii oo min al awwaliina kuwi hore kamid ahaaday ودين أنه هيسن لهين لكنا وحانو هلين عباد الله إله دوميديس المخلصين إلا برحتين فكفروا به ويكقالوا من مركو ويمن نبي الله محمد وخير خلق الله مركو قرآن كأولا يمن ويكقالوا من فسوف يعلمون لوان بي أغاندونا سوف هذا حرف التصفير بالينا ولقد سبقا ويه الرئيس كلمتنا كلمة حكم كيجي لعبادنا أدومها يقى المرسلين يا مرسلين تاء هو ما هي كلمة هرسين إنهم يقول لهم المسؤولون كوا اللوجر جاروي وإن جندنا جند جيجو ومرسلين في وحي الراعي الغالبون يجا غالب الغني الله سبحانه وتعالى وحليه مرسلين تنأيدي ديه النبي الله محمد كمديهاي هريبا أحكمي إن يو غالب الغنيا كلمة هرمت وحوي إن الله ننصر رسولنا وحي ووجر جارين marka rususha wax ka sameel ka sabaha la soo mare rususha ba guusha ku dambayn walqad sabaqad way hore martay kalimatuna kalimadeedii iyo xukunka yagay liibaadina adoomaha yaga albursaliin hore oo inaannu u gargaareena waa maxay kalimadaasi inahum iyaga lahum iyagu laamtu waa laamu ibtidee maaha laamti jirka ahayd maaha inahum iyagu lahum iyagu almasuruna kuwa loo gargaari way wayna jundana jundiga yagu lahum iyagu alqaalibuna kuwa qaaliba way iyaga cid walba ka adkaanay in kasta wa gaalada hays qaad qaado nabi ilaahay maxamed waxa uu fa tawalla aanu iska gajeej hatta xiin intii muddo yaani ilaahay baa wuxuu ku sameeyay arkay yaad arki doontahay faraha ka qaad waxba isku daalin marka nabi ilaahay maxamed waa inta jihadka la idinin bay ahayn inta jihadka la idinin dulu markii jihadka la idinay talaabo laga qaadila wa tawalla aanu iska gajeejso faraha ka qaad isku daalin haday ku diideen hatta xiin intii muddo yani intii ilaahay ciqaabtiisa u keenay waabsir arag waxa dhici doona arag fasoobu yusuruna madaba iyaguna ogaan doona waxa dhici doona bal arag baa lagu yiri absirhum arag fasoofa yusuruna way arki doonaan iyaguna waxa dhici doona ah iyaga arki doona waxa dhici doona iyaga adna waxa dhici doona dhawr ka dhursu baa la leeyahay fatawalla aanu iskaga jeeto hatta xiin intii muddo wa absirhum arag bal waxa xaaladoodu ku dambaysay fasoo yuu suudoon yara waa arki doona waxa xaaladoodu noqotee afa bi cadaabina ma cadaab kay yee istaajiluna dadajisanaayo tiigsanaya fiidana zalamarku ku dago bisaahatihin
abaad kooda meeshii degan yihiin fasaa waxa xumaaday sabaaxul munzariin kuwi loo digay waa barigoodi ciqaabtu inta badan waa barigi baa lagu waabariista marka ruuxna dibad ku maqreen kulli la wada xareysan yahay yaa cadaabku ku waabarisanaya markii uu cadaabku yimaado oo cadaabku abaad kooda soo dego abaadku waa deganka markuu soo dego alleele waa bari xun baa u bariyay way kuwa waa ciqaabta fatawalla aanu iskaga jeeto hatta xiin وابصروا فسوف يبصرون أفبعذابنا بعذاب كيجي يستعجلون تكسنا يا نددجتنا يا فإذا نزل مركو كود بساحتهم أباد كود ما يشهد دقنيهين فصاء وحاهن صباح المنظرين كوي لودي وابرقودي وتولى عنه بس كجيت حتى حين انت مدى انت الله وحكا قبنا يوين وابصرهم أرد فسوف يبصرون ينوي أركي دونا وحد دونا سبحان ربك سبحان ربك الرب جاب أن زهن رب العزة عزة الرب جيس أها أي سولها أما كيف كان زهنها يصفون أي تلمامية والسلام نبتقلية على المرسلين مرسلين تين تهل كان صوغ شيء والسلام وي ولا سلام وحال إذا قال ذب لا غذا سبحان ربك على المطابقة وحي كوجت سين إنه ألا نزهنها لازم نمان وحي كوجت سين إنه الله كمال لي والحمد لله دونا مطابقة وحي كوتوسين إنه الله كمال ليه لازمنا وحي كوتوسين إنه الله نزاهية ويس لازمه إسكو بيل بالغو سهل سبحان ربك رب جاب النزاهن وهفن تبي العزة عزة رب جاب أما يصفونا وحاي شيء جاي والسلام النبت قلية على المرسلين مصرين تدو شو ضاحتي إلهي خير بوسي والحمد لله أمام بالله وسنة رب العالمين نبي محمد عليه الصلاة والسلام مجلس كمركات كب حيسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلع سيدا دهدو بركات مجلس انتو يدين دماغو مجلس قاد كعيسان سيدا كو ختم بود مدك لي وحيو النبي قولي مركات آنقا السلام عيسان رسوشان السلام وعوال الله رسوشان كم إذا هاي إياقنا السلام شيخ بري كتاب نو أغريت جيني بعد نهي جيني سبحان ربك رب نهي جيني مركو حوش لما سبحان ربك نهي جيني فكرة داشو هايستيو مجالس لغو ختمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامة على المرسلين الحمد لله رب العالمين ماشان مركي لدعي فاتحة لينا فاتحة وحا لينا إغراء لينا هكا عربي أغرية بيكارني قلتها إغراء الفاتحة فاتحة لفتادوا للدعاء دي كمتها مركو علماء فربانوا ماشي فاتحة لغا أغرية لها فاتحة انت دعاء كدران سبحان ربك كو ختمة دعاء دي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصاد وسورة صدن إيه سديدات ترتيب القرآن الكريم آيات هذه نوع سديد إيه سديد بسم الله علما جعيس الله الرحمن الرحيم دي سعامة الرحيم يا نغرو يا ملول بفعل كأد جد جليسه يا بسنك الله سوق الدنيا عذاب عوني هذيك ساد من الحروف المقطعة تفسير نبي قال لك ما هي الصحابة قال ما هي سيدا أنكدة قراءة سمرك ليلى قل ساد بي أغريان قلنا ساد بي أغريان قلنا ساد بي أغريان وحرفون ساد وحرفون حروف مقطعة ولا بطنية سجل سورة ذات حروف تا سورة ذا لقوا بلو ستة أما ستة من يقران كشرف تيس أشياء جاية وهي هل حرف لبا حرف سد حرف أفر حرف شن حرف وين تاوي الله وحده والقرآن القرآن كان كل نارتي قرآن كي ذي الذكر شرفت أصاحبها ذي الذكر وانت أصاحبها لا تبعثن والدين صبح ولا تعذبن والدين عذاب بل الذين كوي كفروا قالوا بي في عزة كبر بيكو سقيهين يو شقاق الخلاف كم انتبان أهلكنا أهلكنا من قبل مرتض من قرن قرون أنا أهلكنا فنادوا ويد لواقين والحال لا تلحين وقتكونا الحين مناسب وقت الدراب وقت عرب وناهي مناس انت عرب تامرك استقال ايام وباق وحلي هذا على الكود ان مركي باق بيلي عرب تامرك اي استقال ايام يي مناسب 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 لي تين مركاسي كلا عرري مناسب وي مركي لواقين يري وانو توبه كاني مركي عذابك اركان ويري وان توبه كاني يرين هدان توبه كاني وقتي بو لا دافاي وقتي عرر كبا ما وقتي توبه كان كلا اقبل لها ما بها مركي مناسب هو وقت عرر لا دون وحوي ولا دي نافيه تعلق الدري
اسمكيدا يا خبر كذا مد بالجويا أنت بدنا اسمكيدا الجويا لا تلحين حين مناسب وقت عرف ما هو وقتك يعني حين مناسب فجوع عيسان نقضينه ونطبق هنا إلهي الوقت يجي سوى الله دافعه والقرآن القرآن كي بنقول نارته ذي ذكره وأن أنت يا شرفت أصحابك هاي إنهم لا يعذبون ولا عذابه بل الذين كفروا قالوا بي في عزة كبر بيكسرين وشقاق خلاف كم من تابا أهلكنا أهلكنا من قبل مرتد من قرن 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 هو حال ليلة أنت إسكو فكرة بقرن بالليلة وحكى له قرن ليلة بقول كيس النضوض بقرن بالليلة هذا وحال لوجة إذا أنت إسكو جماعة إسكو حزب يا لوجة إذا أنت قرن أهلكنا بالليلة وفنادوا النواقي ومرك عذابك أركان يروى نتوبة كاني والحال لا تلحين وقتك ما بأهبا حين مناسب وقت عرب ما وقت إلى عرب الله ما وعجبوا وحيلي بينهم أن جاءهم إنه ويمد منذر كود منهم ياكم ذو النسب كيس يقانه وقال الكافرون قالوا ذو حيلهم هذا كان ساحر ساحر ويكذاب وبين على أجعل الآلهة إلهي مهوكي لي إله واحدا إله كليا إن هذا كاسل شيء شيء عجاب الله يام أيضا وحيكو سوى الدقين بين لهم لمن قريش وفر بدنه أبو جهل وليد بن مغيرة عاص بن وائل يايلي والويل كان سيدا كود دين كارمين إلهي هي النعاية أبو طالب انتو نوليها أنو وإرقينو هينو وقرصورة محايا المركو انتو إلا نوات كيسان مين هدان وحيال وعلا إن عبين وحالا ديه مركو أبو طالب توقوي كعب سنة يبالينا دي يقول شاني اللي حابو طالبو تقى أبو طالبو ويل كان هذا دير كوتاي ولا الكاد علي إلهيها يجي عيبه كلا دالي إلهيها عيدها النوجد داي أنا أقول إلهي سأل سدني إسق ملك إسكلا دعم أبو طالب حوي على النبي أدر بالقوم كاسدنا إليه هنا بالكور كسر أدر كلمة وحانوها يا هبي إلى هذه العرب أردن أي حكومة يا عجم إنه جبر كأوكياني في فارس أي جبر كأوكياني يا وام حي كلمة داس لا إله إلا الله بوي مركزين أجعل الآلهة إله واحد مركزين بوذ المرك آيات السداسة كسر دكتور وعجبوا وحي لي يابنهين أو لي يابن أن جاءهم إنه ويمد درتهد منذر كود دقوا منهم إياه كمدا منهم توحي تلماميسا أي قانين إنه رشاقي هاي ونظيف هاي أي قانين ونصب كيسا أي قانين وقال كافرون قال دو حي لهذه هذا كانوا ساحر وسحر لو كذاب أو بينال أبي لهذه أجعل الآلهة ما إلهيه بكي لإله واحد هل إله ونقوم في الله إلهيه اللي قاية انت هاصر لنا هل إله بكي لي إن هذا وحن وشيغ يا إله كليا جير لي لشيء شيء وعجاب الله لا يام دينيه بو كما نسو قادين وانت الغلم له وانت دقاقين مرك وانت غلم له جماعة وانت دريرين ومنهم قال ذي كميدا محايدة هذين أنمشو أي نمشو ورين وذي ماشي نقد غاشية واسبروا كسبرا على آلهتكم إلهيه إن عبادة دو كسبرا إن هذا كان لشيء شيء ويراد دل لقلي يا هوي وشيء دل لقلي يقولوا إنه حكومه دمع سين يايو وكي مر نبيه كوي مادين هداد بقرن مدوني وانك بقرين هداد حول دوني نواكو سينين هداد قبر ربطانا قبر لا دون تقوسو وحن نقدا أدير يا كوي دادي مركا وحن دنبا لقلي يا هاي بيدي ورنا ودي ويدار المركي أي نبي كحال وايين وحول النبي عليه الصلاة والسلام داد قرحة انت سوقا دان نبتي دا ساعو لكتان kan qon maayo mas'alada guu ku yiri markaas wariinaga dareeriye meeshii yahay waxay yiraahdeen nimankii wandala qalmalo jamaacadii way socdeen way dhaqaaqeen oo minhum gaaladii kamida maxay yiraahdeen anim shubay yiraahdeen war socda socda wasbiru ku sabra aalihatukum ala ibadati aalihatukum ilaahiin ibadadood in hada warkan uu ninkan u keenay la sheen sheebi muraadun bihi dal lagaley waa shay dal lagaley waxay yiraahdeen ma samicna ma aanu maqal بهذا واحد ومحمد شيخ فيلم اللي تلا خير الدين تي دينه وجدا بيس والدين تنا صار ذاهد أنا واحد بكم أنا المقل بيري إن هذا ما هذا كانوا ما هبيلهن إلا اختلاق بين أبور موية بيري أنت سؤال في الجدة جيست أنا جو ديني هي أنا شو قال ندت خارج راه يا جو دين تي هايستان واحد كم بقى أنا المقل بيري إلى كلي أشيله ما بقى أنا المقل بيره نصارى ذاهد راه دينا وان تل تعريفي ونبي عيسى كدجا صدق بقوله السنة يا نبي موسى العابدين النبي عيسى راه صدق بقوله سنة النبي عيسى العابدين الدين تصحي نكهي الذي يجري نن يوناني أها يا نصارى ذقاتي مركا بولش بقى الذي يجري مركا وحيري نبي عيسى يا نور كيسي يجي مذولي وحيدي بقول
saddex boqol iyo wuxoogay baadari buu isugu yaray cod baa loo qaaday wixii lagu dhaqmi lahaa waa taa marka intii la taxriifiyay way cod baa loo qaaday Allah wuxuu leeyahay ma samicna ma annaan maqalba yiraahdeen bihaada warka ninkan u sheegayo fil millati al-akhirati diinti diinaha ugu dambeysay in hada ma hada kan ma aha bay yiraahdeen ila xilaaqum ban abuur mooyee aw ziilama waxa lagu dajiyay inay calayhi dushiisa adhikru wahyi min bayna anaga dhaxdayada waxa lagu maagaysana may sagaana laga doorsibay yiraahdeen Allah wuxuu leeyahay bal hum iyagu fi shaki shaki bay ku sugan yihiin min dhikri wahyigeega bal illama yaduqu ma anay dhadaminin adabi adabkayga ma dhadamin haday dhadamin lahayeen sidan marro ma yale lamaada waxa loo isticmaala mustaqbalka aan dhawayn ma in adabkayga dhadaminin laakiin way dhadamin doona haday adabka dhadamiyeen walaa sidan ma yeleen bu alla leeyahay subhanahu wa ta'ala waxay yidhaahdeen gaaladi aw zilama waxa lagu dajiyay calay muhammad adhikru wahyi min baynina anaga dhaxdaya maxaa lagu doortay leeyeen macnaha lagu qaatay ma lagu dajiyo cala rajulin min alqaryatayn azim qaryada daif iyo maka raga ugu waaweyn ee waliid ibn mughiri kamid yihiin baa lagu dajibay agoonkan abu dhalib maxaa la lamaagay bal hum iyagu fi shaki shaki bay kaga sugan yihiin min dhikri wahyigay bal hum fi shaki bay kaga min dhikri bal lama yaduqu ma aanay dhadhaminin cadaabi laakin way dhadhamin doonaan way maana am indahum aktooda ma waxaa khazainu rahmati rabbika rabbiga rahmatiisa kaydkeed miya aktooda أليها العزيز إغالبها الوهاب أسيئها أم لهم وحاء السقنادي ملك السماوات سمد التصرف كذا يو الأرض أرض التصرف كذا يو بينما انتهوا لحسم يقال التصرف فليرتقوا هفولين سمد هفولين في الأسباب والدوين كسمد أيكو قاريان عرفولين معنى هالكو وحو تلمامي مرك إليهين محمد الله قد دورتي يقال رحمة الله إلهي باعدو الدونة رحمة دي ساسين وحي إليهين نبي محمد لقم ماغي iyagu nabi uma yaqaanaan marka su'aal la leeyo raxmad ma yaga hayday allah ba siiyay masa samadii ardooda wax ka maamulaan inta u dhaxeysa haday wax ka maamulaan ay runto tahay asbaabta samada lagu gaado intay fuulan ar samada bal haso agano malaa'igta waxyiga keenaysa hawr joogsadeen uma keenin kartaan ku yiraahdeen aw zilam waxa lagu dajiyay calayhi dushiisa adhikru min baynina balhuma fi shakkin min dhikri balama yadu qaadan am indahum aktooda ma waxa khazairu rahmati rabbika rabbiga rahmadiisa kaydkeeda ma yaga haya أليها العزيز غالبها الوهابي أسين تبرنا أم لهم سوحا أسقنا ذي ملك السماوات والأرض سمدي أرض التصرف كورا وبينهم أنتو دحيس وما التصرف بإليهين محيو إليهين من نبي محمد بحال لغو سود جيهين فليرتقوها فولان في الأسباب أبصاب السمد ودوين كالسمد اللو قادو عرها تقا وماشا ملائك سيهل كاها كوچو جيه وحي كين جندن جنود وما حقيره تبردرا يا هنالك هالك جوك جندي قاسو مهزوم للجبيي ومن الأحزاب أصحاب توري قالت أها كمدا قالت هذا سيدا أقف عنه وحوي جندي قاسي وقالت النبي كدعوني سي أبو طالب كدعوني سي وجند حنو وشبي ويتشبي فكرة دي أي وتين وردن ويفرق الويدوي سيدا أقف عنه وسيدا ماذا نوح وتحقيق تعظيمنا ماذا ولو أذك سدا جندي جندي ما أذ حقيره في عنين جندقاس هنالك هل كاتشوغ النبي ماشي كقد عوانيان يا مهزوم للشبيي جندقاس من الأحزاب أصعبت وراء قال ماذا يتكمدها كذبت خبر محمد مارك النبي وحلو الشيقية إن كو اللوغو هرهيو قال لماذا أيهو الرجي وان بيدي هرهي هلقن كتشيرين مارك أدنى هلقن كهلقن كسي ودبالي كذبت وي بينيسي قبلهم كوان هرطان قوم النوح النوح قوم كيسي إيا وعاد رعاد إيا وفرعون فرعون فرعون كيذي لو تادي dakawyaha u saaxiibka xog awtaada waxa la ilaah dakawyaha la qodqotmi way markay awtaad waxay tilmaamaysaa askar xog loo lahayo isaga xog oo dakawyo ah dhinac kale awtaad buu lahay markuu dadka dilayo meeshaas wax kaga qotmi jiray saa uu kala wadi jiray wa samud reer samudna way beeniyeen wa qowm luud reer luudna way beeniyeen wa saxamul ay kati qoladii kaynta u saaxiibka ahayna way beeniyeen walaayka kuwaasi al ahzab waa isbahaysiga gaalada ay kadu waa qolad loo diray Nabiyilaah Shucayb yaa Madyan waa loo diray ay kana waa loo diray marka culimada qaar baa waxay leeyihiin aqoom Shucayb bay marka ay kala sheegin aqoom lama dhihin marka Al-Hafidh Ibn Kathir wuxuu leeyahay waa isku mid uuna ay kadu waa kayntii ay wax ku caabudu jiray aslaamta joogtay Madyan waa qabiilkoodi Ibn Kathir leeyahay saana fiican marka Allah wuxuu leeyahay kuwa waxa ka horeeyay qowmun nuh fi'aad
فرعون ذلوا تادي حوجه وصاحبكها كيثمون قوم اللوط أصحاب الأيكات يمكن كذب ولا يك الأحزاب ولا يك واسع الأحزاب إسماعيل قال ذوي كذب ذوي بين شيء قبلهم كون أرتاد قوم نوح وعاد وفرعون ذلوا تادي حوجه صاحبها ثيرر بو صاحبها وثمود ذلوا ثمود بابني وقوم اللوط بابني وأصحاب الأيكات يمكن كين تبو صاحبكها يا بني وحكوا عبدي شري ولايك هو سائل أحزاب إسماعيل قال ذا هو إن كل ما كل كل جود ما تشروا إلا إجراسه كذب الرسول الرسول شيء بيبنيه فحق وحاكوت جي إقابي وعلمي كل أنت على صوت يقوله رسول شيء بيبنيه بركة رسول شيء بيبني وحلو قلوبنا هل رسول بيبني سين قف رسوله قف كي بيبنيه رسول شيء نبوي بيبني إلى رسول شيء يقوي إسلوب يسين وكل جود واسك وضع مالوي نحن أولاد علات ابن النبي عليه الصلاة والسلام ديننا واحد علاد وحالينا عروطة أن اسكوا بها ذا أهاينا اسكوا أباها يا أولاد علاد لينا نحن أولاد علاد نحن أولاد علاد عرور اسكوا أبا أبانون هاي ديننا كل واحد دين تيضل نواء اسكوا بذن مركا هل رسول أنك بين واسدا إن كل ما كل كل مجد وقوة كمده إلا وجدس كذب الرسول الرسول شيب بيني فحقه وحاكو دقع عقابي كل قد مركا نبي الله محمد وحال كوة عقاب تيدي بقى الضياره وحبا يسكوا دالين وما ينظروا ما السجيان هؤلاء كواسي إلا صياحة قيلة واحدة كل يوم وين ما الله وما سونان من فواق سجد هل حسكنتين للسجد ماي مرك إلى عقاب تدمعه هل كل يوم بلا دواقي أنت هل حسكنا يسوع لو سكادين ما هو يخرب يكو يكلك دك بدن تاعي وما ينظروا ما السجيان هؤلاء كون قال ذي مرك عقاب الله لا دمعه وين إلا صياحة قيلة واحدة كل يوم ما الله وما سونان من فواق هل حسكين ديت سجد ديت وما سقناه هل حسكين ديت ما تقان قيل لما قانته إن يربي كل حسك هذا قيل لما قانك قيل هالدور كا وهو حسكين فوق لكن قيل لما قانك إن يربي كل حسك هذا وقالوا وحيد هذين قال ذي عرب تاعي ربنا رب جيو عجل لنا نود الدش قدرنا قيب سيد حق عذابك لو نسود الدش قبل يوم الحساب حساب يوم كيس قار لو عذابك هذا الله ربته لو نسود الدش بيل وكان يجري عربا ضدك وعقل حبول ما شيء كده إلهي إله حق نوافج يدهم بوله عذاب نقول اللهم كان هذول الحق من عين فأمدل علينا حجارة من السماء بينه ويعقل حين بينه وحو نبا وحو يدي رياق وراشاد لمن كذاري يمانات ويعقل حين بول قبض بي بوغر كدك سيبول الله إله قراش باكا عقل حبول ونمن كيدي بول إله عقاب نقول ونمن كيدي بول وقالوا وحيدا ربنا ربك يوم عجل لنا نوسو الدج قطنا قيبت هيدا قبل يوم الحساب حسابك يوم كيس كهر إلى قيبتها إنه عذابك كله هين نوسو الدج بيدا الله سبحانه وتعالى.